السلام عليكم ورحمة الله. أنت تلميذ بالثانوية كتحلم أنك تمشي في مخيم علمي مدفوع التكاليف والولايات المتحدة. في هذا الفيديو إذا كيخصك، بغيتي تعرف كيفاش، دونك تبع معايا الفيديو حتى الآخر. الناس اللي متبعين الصفحة ديالنا على الفيسبوك اللي هي البيضاوي للمعرفة والعلم، دونك فاكيد انهم كانوا متبعين معنا النشاط اللي درنا العام الفايت، واللي كان عباره عن احتفاء بالتلاميذ، يعني تلاميذ الثانويه اللي كانوا شاركوا في مخيمات مختلفه. من بينهم اكيد غادي تكون عقلتوا على انتصار وعلى وثار، دونك هما اللي كانوا مشاركين اللي احتفلنا بهم في العام اللي فات، واللي كانوا عاودوا لنا على التجارب ديالهم، بارطاجيو معنا التجارب ديالهم في المخيمات، واللي يعني التأثير ديال هذا النشاط هذا، فكان يعني الثمار ديالو هو أن واحد من الناس اللي كانوا حاضرين في النشاط معنا فهو دفع المخيم الفضاء اللي شاركت فيه انتصار وتقبل في مخيم الفضاء، واليوم السبت غادي يمشي إن شاء الله المخيم الفضاء واللي هو سي محمد. فأكيد كما قلنا الناس اللي متبعين يعني الأخبار على صفحة الفيسبوك اللي وريناكم، فهما طبعا كيعرفوا انتصار، كيعرفوا ويصال، وكيعرفوا سي محمد اللي كنا يعني شرنا وفرحنا في أنه تسيليكسيونا في المخيم ريس تو سبيس أو السباق نحو الفضاء اللي كيتنظم بالولايات المتحدة. فهاد السلسلة، دونك هذا الفيديو الأول من واحد سلسلة من الفيديوهات اللي غادي نديروهم واللي غادي نتبعوا فيهم المراحل ديال محمد منذ الانطلاقة ديالو إلى وصوله يعني المخيم السباق نحو الفضاء، وحتى للرجوع ان شاء الله ديالو، واكيد الحدث الكبير اللي غادي يكون بعد ما يجي سي محمد ان شاء الله، واللي غادي ننظموه في شهر خلال شهر اكتوبر. دونك غادي يكون سي محمد غادي يجي بارطاجي معنا التجربه ديالو كما بارطاجتها معنا انتصار ووصال، واكيد غادي يكون مفاجات اخرين وتلاميذ اخرين، ولكن الان غادي نتكونسونطراو غير مع سي محمد اللي غادي يحاول يبقى ينقل لنا كاع الحويجات اللي كيعيشهم تمايا في الولايات المتحده في السباق نحو الفضاء. دونك بغيتي انك تتبع معنا المراحل اللي غادي يدوز منها سي محمد وال يعني وتتبع الاخبار ديال سي محمد، فما عليك الا تابونا لاشين ديالنا، يا لاشين يوتيوب ديالنا اللي هي البيضاوي للمعرفه والعلم، وكذلك انك دير جيم ودير متابعه للصفحه ديالنا اللي هي البيضاوي للمعرفه والعلم، واللي غادي نخلي لكم طبعا الرابط تحت من هذا الفيديو هذه في لا ديسكريبسيون، نخلي لكم الروابط ديال يعني الرابط سورتو ديال لاباج فيسبوك، باش انكم تقدروا تتبعوا معنا المسار ديال محمد في المخيم ديالو اللي هو سباق نحو الفضاء. طبعا دابا غادي نخليكم مع واحد الملخص ديال الحفل ولا الاحتفاء السابق بطاقه الشابه بمدينه الرشيديه، وغادي نضرب لكم موعد ان شاء الله في الخبر التالي ان شاء الله، او لا في لا فيديو اللي غادي تجي من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. فما تنساوش تبعونا في لاباج فيسبوك باش تعرفوا طبعا كاع الاخبار اليوميه على سي محمد في مخيمه سباق نحو الفضاء. ومن هذا المنبر غادي نقول لسي محمد مبروك سي محمد وبصحه مخيم سباق نحو الفضاء، وكنتمنى لك حد سعيد.